ونزلت فيه في اف اللي هي اقل من 50 جبت عيد تاني الحد الاقصى اللي فيه اللي هو الحد الاقصى المقبول اللي هي 64% اللي هي 1.17 ده المقررات الاساسيه. المقررات الاختياريه لو انتهت المقرر الاختياري ونزلت فيه وجيت عيد هو يبقى زي الاساس برضه 64%، لكن لو غيرت المقرر تاني تاخد التقدير اللي يجيبه ان شاء الله. فهمت الحته دي؟ في المقررات الاختياريه. طب اقولها تاني، المقررات الاساسيه اللي بتدرسوها في التشريع وما يقول لك كذا، لو نزلت في مقرر اقل من 50 وجيت عيد السنه اللي بعديها الحد الاقصى اللي بتاخده اللي هو الحد الاقصى المقبول اللي هي 64 درجه. ماشي ما تجيبش فيه جاي. ما هو كذلك ما هو بس انت قلت انك اخذت مرتين، انك اخذت مرتين. لكن لو اخذت اول مره كان المجموع بتاعك. في المقررات الاختياريه لو جيت عيد لو مقرر اختياري اخذت نزول في السنه الجايه اصررت انك تاخذ نفس المقرر الحد الاقصى اللي فيك مجهول 64، لكن لو غيرت كل بدل ما اخذ تكاسل في الجبال اخذ تكاسل في الخيول وجبت اي درجه في الخيول تاخذ نفس الدرجه. ماشي؟ مشكور واسف جدا مشكور الله يخليك.